دلوقتي بيراميدز على راس مجموعه، الاهلي على راس مجموعه، الزمالك على راس مجموعه. الزمالك ناقص له بتاع 17 او 18 لاعب مش موجودين، الاهلي قرر انه يلعب بالناشئين. بيراميدز اول ماتشين صفر بلا نقاط، الزمالك اول ماتشين نقطه، الاهلي اول ماتشين نقطتين. الترتيب الفرق اللي احنا شايفينه، وهي كل الماتشات على بعضها، كل فريق يلعب خمس ماتشات، فالشكل العام ان ممكن الثلاث فرق دول مش هيوصلوا الا بقى لو واحد وصل افضل تاني في الثلاث مجاميع، لان هما بس هي... عاوز برضه نقط. ما انت الماتشات الجايه مش عاوز تخسر فيها نقط. توقعك ايه للبطوله دي؟ انا شايف فيوتشر ماشي كويس جدا، وعنده الاسلحه اللي تخليه يكمل بالظبط. يعني عنده اللعيبه الاساسيه وعنده اللعيبه الاحتياطي، ما عندهمش لعيبه من المنتخب غير عمر كمال عبد الواحد بالظبط، واللعيبه كلها الباقيه جاهزه.